الديمقراطية الشعبية السيد أحمد عطاف، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان السيد جيمس بيتيامور، تتويجا لهذا اللقاء الأخوي قمنا بالتوقيع معا على مذكرة تفاهم لتأسيس آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وذلك بغية تعزيز التواصل المباشر والتنسيق البيني وتعميق المباحثات الثنائية حول سبل وآفاق تفعيل أولويات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.